والآن إلى موضوع مهم جدا، ومع تعدد وسائل التربية الحديثة وانتشار العديد من النصائح التربوية في محاولة لمساعدة الأهل في التربية، انتشر مؤخرا مصطلح التربية بالحب. كيف يكون الحب هو الملهم في طريق التربية السليمة؟ سؤال مهم إسراء، سنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة الدائمة معنا كل خميس، وأكيد رح نتشرف بها لتسليط الضوء على حلول للمشاكل اللي بتواجه الأهل في التربية. فمرحب بالدكتورة نسيبة جلال، يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلين، الله يسلمك. بداية دكتورة، يعني السؤال اللي بطرح نفسه، هل نستطيع فعلا أن نربي بالحب؟ نعم حقيقة نستطيع أن نربي في الحب، وقائدنا ومعلمنا موجهنا في التربية بالحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بداية لابد أن نقول يمكن هو أول من استخدم التربية في الحب، فقد ربى المجتمع الإسلامي تربية على الحب، واستطاع من خلال هذا المجتمع أن ينقل مجتمع كان قبل الإسلام مجتمع عصبي ويعني جاهلي إلى مجتمع متطور متحدث، استطاع أن ينشر الإسلام في جميع أقطار العالم من خلال التربية بالحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أكبر الأدلة على إمكانية التربية بالحب، لأنه كان أولا هو المربي بالحب، فكان لديه حب كبير لأصحابه وللمجتمع من حوله، للآخرين من حوله. وهناك طبعا العديد من الأدلة التي تدل فعلا على حبه الكبير للمجتمع ولصحابته. يعني نقدر نحكي أنه هو مقتبس من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه. صحيح، نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كنت متخذا خليلا، يعني حبيبا، لاتخذت أبو بكر خليلا. شوف الكلام الحلو اللي بيصدره لصاحبه، نعم، نوع من الود، ولكن يتبع بذلك فيقول: لكن أخوة الإسلام ومودة. فإذا هو يقول أني أنا أيضا أتخذ حبيب وخليل لي، وهو أبو بكر. وأيضا نرى ذلك كيف أنه كان يربي بطريقة عملية أصحابه على حب الله وحب رسوله. نعم. عندما جاء إليه عمر بن الخطاب وقال له في البداية: يعني أنا بحبك، يعني وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب الله سبحانه وتعالى وأحبك أكثر من كل شيء، بس مو أكثر من نفسي. فظل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحب لا يكون في الله سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أحب إليك من نفسك. وبالفعل جاء لعنده عمر بن الخطاب وقال له: والله إني لأحبك أكثر حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر. إذن نحن في الإسلام نقصد، وهدفنا أيضا هو نشر الحب. نعم. بين الأفراد، أفراد المجتمع ككل. ويؤكد على ذلك التربويين وعلماء النفس، مختلف المقالات والكتب من علماء النفس ومن تربويين بتأكد لك أنه لا يمكن نشر السعادة والطمأنينية بين أفراد المجتمع وبين الأسرة طبعا بداية، لأن هي لبنى، إلا من خلال الحب. وأيضا يؤكد على أن الكثير من الاضطرابات السلوكية والكثير من الأمراض النفسية كانت بسبب نقص الحب. بمعنى أن الإنسان يحتاج، كما يحتاج إلى الأكل والشرب لسد حاجاته البيولوجية، يحتاج إلى الحب أيضا لسد حاجاته. جميل دكتورة النفسية. يعني هيك خلينا نوضح للمشاهدين أكثر، ما الحب اللي بتقصديه في التربية بالحب؟ ما هو الحب؟ بداية ممكن نعرف ما هو الحب. الحب هو عاطفة إنسانية تتمركز حول موضوع أو شخص أو فكرة. نعم. معينة، فبالتالي وتسمى حول المركز الذي تكون به. مثلا عاطفة الأمومة، نحن منقول عاطفة الأمومة يعني مركزها عاطفة الأم حول طفلها. عاطفة حب الله مركزها حب الشخص لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون اتجاهه لله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يتمركز الحب حول فكرة كانت أو شخص أو مكان، حب الوطن، فبيكون هذا العاطفة تتمركز حول هذا الحب الذي يعني. جميل. يعني دكتورة اللطيف أنك أنت ما ركزتي على جانب معين من جوانب الحب واللي يمكن والعاطفة اللي يمكن في صورة شائعة حولها. خلينا نفرع أكثر ونفصل أكثر بأنواع الحب اللي لابد أنها تكون منتشرة في مجتمعنا. هلا أنواع الحب نوعين للحب: الحب الحقيقي والحب النرجسي. الحب الحقيقي هو الحب الصحيح اللي نحن بنرغب انه يتطور عندنا في اسرتنا وفي مجتمعنا. ايش هو الحب الحقيقي؟ هو العطاء بلا مقابل. يعني الحب الحقيقي ان ترغبي بعطاء للاسره، للمجتمع، للجميع بدون اي مقابل، سواء قلت لك كانت لشخص او لمكان او لفكره. فبالتالي عندما ينتشر عندنا هذا الحب الحقيقي هو الحب الذي نرغب فيه. في عنا آيات قرآنية بتدلك عليه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. جميل. ولا شكورة. إن يعني نحن بنعطيكم عطاء ما له حدود.
طب وانتم شو جزاءكم؟ ما عندنا جزاء، نحن رغبتنا في هذا العطاء هو جزاءنا من عند الله، حبنا لله سبحانه وتعالى. هذا الحب هو الذي نسعى، ومنلاحظ شوي تانية اللي بالتفصيل أكثر، أنه نحن نسعى إلى إيجاده بين أبناء المجتمع ككل والأسرة بشكل خاص. نعود إلى الحب النرجسي اللي منتشر أيضا للأسف. الحب النرجسي مثل ما حكينا اللي هو في عطاء أيضا، هذاك في عطاء وهذا عطاء، ولكن هذا العطاء مشترط بالأخذ، بمعنى منلاحظ أن هذا الحب هو حب للذات، حب أناني، أنا أعطي ولكن أنتظر المقابل، إذا ما أتاني مقابل أنا لا أعطي. طيب دكتورة، هذا يعني هذا النوع من الحب أليس هو طبيعي بالنفس الإنسانية؟ لا. النفس الإنسانية تحب أيضا أن تأخذ مثل ما بتعطي؟ لا، شوفي، في فرق بين الحب الحقيقي والحب اللي النفس البشرية تربى، إذا أنت ربيتيها على الحب الحقيقي والتربية الإسلامية الصحيحة والتوعية بكيفية أكون الحب الصحيح وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، تستطيعي أن تكوني بهذا الشكل، بمعنى أنك تعطي ويكون عطائك يعني تبتغي الجزاء من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أم، معلمة، شو ما من كانت. الحب النرجسي بالضبط، بعطيك مثال حتى يوضح لك، مثل حب فرعون لموسى. حب فرعون لموسى هو أخذ الطفل هذا الصغير وحاول أنه يربيه، لكن عنده هدف، عطاء كتير، لكن كان هذا العطاء بهدف أنه هو يحل مكانه في مملكة الشر اللي هو كان قائم عليها. والآيات القرآنية بتقلك ألم نربك فينا سنين ولبثت فينا من عمرك سنين، ألم نربك فينا وليدا. أيوة، قلتيها. الحب النرجسي دائما مقرون بالمن. معروف أنه الحب المقرون بالمن ومقرون، علماء النفس بيسموها كشف حساب. الحب النرجسي بيكون فيه كشف حساب. مثل الأم، أحيانا الأم تنحرف على فكرة فطريا، بيكون عندها مو حب أمومة، حب نرجسي، بتقول للطفلة أو للشباب لما بيكبروا، أنا ربيتكم، فأفنيت شبابي بتربيتكم، أنا سهرت الليالي فيكم، وين شو عملي لي أنتوا، شو مساوي لي؟ على فكرة هذا ينفر، نقطة جدا مهمة دكتورة، ينفر يعني نعم. عنها قد ايه بتأثر على نفسية الأم، ينفر على نفسية الأم ونفسية الشباب، بطلوا يحبوها على فكرة. يعني نحن مو عم نهدف إنه يكون الحب متبادل. الطفل لما بتقولي له أنا سهرت الليل أيضا مشان أدرسك وتعبت وجبت لك مدرسين وبالأخير أنت شو جبت لي، جبت لي 7 من 10. طيب نحن على فكره كتربويين او عنا نفس المقابل، طيب يعني ما هذا واجبك مثلا اتجاهها بالضبط؟ لا، بأكدوا على انه نحن لنا العمل، لنا ايش، انك دائما تعملي، اما جزاء العمل عند الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون ابني قدراته عاديه جدا، اعمل الكثير وبجيب لي 7 8، وممكن احيانا ما ينجح، قدراته يا اختي كانت محدوده، او هو له تفكير اخر. انت لست محاسبه عن النتائج، نعم. انت محاسبه عن العطاء، هل بذلتي جهد؟ هنا يحاسبك الله. طيب دكتورة، خلينا نفصل أكثر في موضوع الحب الحقيقي وننتقل لمعايير اللي فعلا تبنى عليها الحب الحقيقي. صحيح. حتى يعني نقول إنه هذا الحب هو حب حقيقي لهؤلاء الأطفال، سيكون مثمر ويعني جيد لهم في المستقبل، يؤثر على شخصياتهم. نعم. أهم معيار هو اللي حكينا، أنك دائما تعطي بلا انتظار مقابل. بمعنى عندما أنا أعطي بلا انتظار المقابل هو إيه؟ ثواب الله سبحانه وتعالى. عندما أعطي قد أنجح، سواء كانت معلمة أو كمان أم، يعني أنا بكتشف أنه أحيانا الأمهات فعلا تعطي بشكل صحيح وبيكون ثمرة العطاء الابن غير صالح. نعم. عندما تعطي بلا ما تنتظر المقابل بيكون هذا معيار صحيح للحب. تمام. عندما تعطي وتمنن وتنتظر المقابل، سواء كانت أم أو معلمة أو أي شخص، معناها هذا الحب هو حب نرجسي وليس حب الطبيعي الذي نحن الحقيقي الذي نحن نرغب بأن ينتشر. فكل إنسان يتساءل لما أنا عم بعمل، هل أنا أنتظر الجزاء؟ هل أنتظر جزاء وشكورا؟ يبحث في أغوار النفس وأغوار التفكير، يكون صادق مع نفسه. نعم، بصارت مع كلياتنا بتصير. أنت توجهي نفسك، يعني حتى الأم أحيانا تخطئ وبتحكي هاي الكلمات، لكن نحن معيار عندنا الخطأ والصواب لو استمرت في هاي التربية. يعني ممكن أنا مريت بفترة تمننت فيها على أولادي، ممكن، لكن لما أستمر في نمط هاي التربية معناها أنا لابد أني أتوقف. لابد أني أتوقف وأتساءل، هل أنا الحب عندي حب حقيقي أم نرجسي؟ هل أنا أنتظر العطاء؟ هي المفروض كل وحدة فينا، وهي توجيه رباني، أنك لا تنتظري العطاء في الدنيا. ربما هذا الابن اللي بذلت فيه جهد كبير يصبح عالم من علماء المسلمين وينفع به الإسلام والمسلمين ويكتب لك الله الثواب. وربما مثل ما عمل مع نوح عليه الصلاة والسلام، كان ابنه كافر،
هل محاسب نوح على ابنه؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صحيح. نعم. طيب دكتورة، في مسألة جدا مهمة أنت ذكرتيها، مسألة التوجيه، كيف أوجه نفسي؟ يعني حتى لو كان الحب النرجسي هو طبع في الإنسان، يمكن أن يكسب التطبع ويكون الحب الحقيقي تطبع من خلال التوجيه. التوجيه. خلينا نحكي عن وسائل عملية كيف ممكن نستثمرها لحتى نوجه أنفسنا للحب الحقيقي. وسائل التربية بالحب. نعم. أو أحيانا بيسموها لغة الحب. أحيانا التربويين جميل. بيسموها لغة الحب، كلها نفس الشيء. كشف أسرار بالضبط. دخول الحب. نعم. الحب هي وسائل عديدة. وسائل بسيطة، وكل أم تستطيع وحتى معلمة تستطيع أن تقوم بهذه الوسائل. أول وسيلة هي الكلمة، كلمة الحب، بمعنى لابد أن نكثر فيما بيننا في مجتمعنا في أسرتنا من الكلام الجميل، الكلام الحلو. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولنا وهو خير موجه لنا، الكلمة الطيبة صدقة. طبعا هذا الآن الموجود شح عندنا في المجتمع، للأسف. شح عاطفي حقيقي، ما في عنا توعية للأسف. الأبحاث بتقلك أنه الصورة التي يأخذها الطفل عن نفسه وهو صغير هي الصورة التي سيكون عليها وهو كبير. الأم عندما يكون طفلها وهو صغير بتخاطبه دائما، أنت عالم صغير، أنت مكتشف، أنت ستصبح رئيس. طب وشو معنى هلأ؟ مثل ما بتقولي الرئيس منتخب، ممكن أنت لديك قدرات عالية تستطيع أن تحول وتغير العالم. عندما يكبر الطفل من هو صغير وهو يسمع هذه الكلمات، هي في علم النفس موجودة، تصبح النبوءة المحققة لذاتها باتجاه إيجابي. على فكرة في نقطة جدا مهمة، ذكرتيني بقصة أبو حنيفة، كانت والدته تلبس العمامة وتلبس يعني جبة العلماء من وهو صغير، فيعني على عمر 15 سنة أصبح عالم. إذن أنت تؤيديني أن الكلمة الطيبة تفعل في نفس الصغير الفعل الكثير، والكبير أيضا المراهق، يعني بدك تضلي مش أنت بس صغيرة، هو صغير وهو كبير، بدك تضلي. فشل أحيانا وعادي، شو يعني فشلت؟ يعني أديسون فشل كثير، تجيبي له أمثلة مثل ما أنت جبتي الأمثلة وأنت بتتعاملي مع طفلك. طيب عادي ماما، أنا ما استطعت، أنا بذل جهد بس ما جبت علامة. طيب وشو هالمشكلة إنك ما جبت أنت علامة؟ المفروض يعني إنه نحن مثل ما بتقولي نضلنا مسؤولين عن الجهد. كلمة يعني طيبة. إذن أول وسيلة، أول وسيلة هي الكلمة الطيبة. الكلمة. مع الكلمة الطيبة دائما ندمج وسائل التربية بكون أفضل. الكلمة الطيبة وتتبعها البسمة ونظرة الحب. جميل. اسمها نظرة وبسمة الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. بالتالي الأم أيضا عندما بيصطبح الطفل وهو يرى ابنه أمه تبتسم في البسمة أو النظرة، لابد أنك تضعي عينيك بعينيه وتتبع ذلك بأنها تقول حبيبي قديش أنا بحبك، شايفة؟ فهذا الطفل هو أول ما عم يصحى عم بشوف الوجه المحب والمبتسم، رح يكون كل يومه يوم فرح ومبتسم. ايضا يعني يمكن دكتوره فوائد الحضن للاطفال. نعم. قد ايه مهمه هاي. انت انتقلتي لوسيله ثالثه من وسائل الحب واللي هو احتضان، هاي كلها ابحاث علميه بتقول لك صحتها. احتضان الطفل ولمس الطفل. نحن عنا على فكره مش شايع كبر الطفل خلاص لا تجيبيه يا اختي. أوكي. الحضن حتى للكبار، يعني انا احيانا بيجي يقولوا لي اوه ابنك كبير يعني صار رجال لسه بتحضنيه، بقول لهم انا كبرت بهالعمر ولسه بسعى الى حضن امي. جميل. يعني الحضن تلتمسي فيه إيش؟ الحب والأمان في حضن الأم، شايفة؟ فأيضا حضن الصغير وحضن الكبير. هلا أنا خليني أتبع لك إنه أحيانا المراهق أو الكبير لا يرغب بالحضن. نأتي إلى اللمسة الحب. يخجل. يخجل، لكن هاي فروق فردية. أنا قلت لك في كبار يرغبوا بإنه إيش يصير عندهم محبة، شايفة؟ إنه في كبار لا. فهي فروق فردية. أنت المفروض كأم تعرفي شخصية طفلك، هل هو يرغب بالاحتضان أو لكن أعتقد لو إحنا عودناه على مسألة الاحتضان من هو صغير ممكن يرغب فيها بالكبار. شوفي حتى لو عودتي في طبع، هلأ أنا عندي أطفالي بدهم لا يكبروا بضلوا حابين، وفي أطفال منهن صغار لا يرغبوا. هو ترجع لشخصية الطفل. الأم المفروض أنها تتعامل مع كل شخصية مثل ما تعرف بترغب. الكود عنده بالضبط. هو يرغب أنا أعطيه. نعم. هو لا يرغب، الله أنا عندي طفل صغير ما بيرضى لو كان قديش جوعان ياخذ أنية الحليب إلا يحطه بحضني. بيكون جوعان وأنا مشغولة يا ماما حبيبي يعني ما بيشربها لأروح أقعد وأحضنه. معناها حضنيني. هذا يعني طبعه يبتغي، يعني بيقول لك إني أنا بدي حضن. يشبع الحب عنده بالاحتضان. فترة إنسانية. إذا هذا هي. طب ننتقل يعني هيك سريعا لباقي الوسائل دكتورة، ما هي باقي أيضا هي من ضمن هاي الوسائل عندنا دثار الحب. دثار الحب بمعنى إنه ابنك صغير كان أو كبير لما بيكون نائم هذا الكلام للآباء وللأمهات،
لما بيكون نايم كثير حلوه اللمسه لما تشوفيها دخل الاب او الام على الشاب او على الطفل الصغير بشعر فيها هو انا بحكي لك وقام بغطى احيانا بيجي الوالد متاخر وطول النهار ما شاف ابنه ما شاف ابوه والولد تقريبا على وشك ينام او نام بس هو يشعر في اللاوعي يشعر بانه ابوه اجى وابوه سائل عليه وابوه عم يغطيه مثلا او اذا كانت امه مثلا لاي سبب تاخرت او شيء فهي مو بس الدثار انا بغطيه وانا بقول له يا حبيبي قديش انا بحبك انت لاحظتي انا دمجت اكثر فكره دكتوره ذكرتيني بوالدتي لازم اذكر هذا الشيء لانه بفعل تحيه لها كتير. كانت لما تقرا ورد الورد الليلي من القران تيجي تقرا علينا واحنا نايمين ففعلا نصحى عليها فكنا فعلا نصحى بنفسيه جدا جميله جميل اذا دثار الحب كثير مهم انه نحن ايش نعمل هذا لاطفالنا كبارا وصغارا ونشعرهم يعني معلش اني تضمي تقبليهم ايضا قبلة الحب هون يعني ننتقل الى وسيله من وسائل التربيه وهي قبلة الحب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل احد سبطيه الحسن او الحسين فجاء يعني شاهده الاقرع بن حابس قال له اتقبلون صبيانكم والله انا عندي 10 من الصبيان ما قبلت احد فيهم شو قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معلمنا قال له املك ان نزع الله الرحمه من قلبك يعني معناها قرن القبله بالرحمه والرحمه هي حب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغار ونحن أيضا نسعى إلى تقبيل أطفالنا صغارا أو حتى كبارا هذه عاطفة إنسانية عن طريقة توصل للطفل أني أنا أحبك لما جميل. أنا بقبلك أو بنظر إليك نظرة حلوة بعطيك كلمة حلوة أنا أحبك جميل. والنفس الإنسانية بتحب أنك تشعر أنه هي مثلا يعني الناس بيحبوها وأكثر إنسان بالذات الطفل أمه أو حتى أبوه أو حتى إخوته يعني إشباع هذه العاطفة جدا مهمة نعم. دكتورة فعلا لتقويم سلوك الطفل لبناء شخصية صحية سليمة معه بشكل وللتعامل صحيح. أيضا بحيث أنه تنغرس محبة الأم في قلب الطفل أو محبة المعلمة نفسها أحيانا تستخدم هذه الأساليب نعم. شوفي أنت الطالب لما بيحب المعلمة شو بيعمل نعم. يعني بيصير ما شاء الله من أشطر إشي نحن صحيح. هدفنا أنه نربي عن طريق الحب جميل. لأنه أسلوب ناجح في التربية يعني دكتورة الموضوع دكتورة. واسع جدا ومتفرع صحيح. جدا وبالفعل شكرا لك أنك حطيتينا على الأقل على أساسات صحيحة صحيح. في هذا الموضوع صحيح. شكرا كثير لك دكتورة نسيبة شكرا جلال. لكم على الموضوع شكرا الحلو دكتورة يعني وهو إضاءة أيضا لحلقات قادمة وحل مشاكل نعم. قد تواجه الأهل يعطيك ألف عافية